المبارك من جديد. وفاء صباح الخير وعيدك مبارك. الو الو، سمية محمد. يبدو انه نعود الاتصال. الو من جديد، زميلتنا وفاء عيدك مبارك، كل عام وانت بألف خير. صح روحي. يلا معليش، وين تروح؟ راكم هنا في الشروق. اهلا محمد. اهلا سميه، نعتذر عن هذا الخلل. شكرا محمد. سميه صح عيدكم، وصح عيد جميع الضيوف الحاضرين معاكم في البلاطو، صح عيد جميع متابعين قناه شروق وين ما كانوا، خارج وداخل الوطن. انا اليوم محمد وسط عائله قريبه بزاف للشعب الجزائري، تنتمي لشعب قريب جدا للشعب الجزائري، نحبوهم، تقاسمنا معاهم التاريخ والدين والوطن ايضا، وها نحن اليوم نتقاسم معهم فرحة هذا اليوم العظيم والمبارك. شكرا سيدة آية الحنطي على استقبالك لنا، فتحتي لنا بابك وقبلتي أن نجوز معك هذا اليوم المبارك، وعيد سعيد. أهلا وسهلا فيكم، كل عام وأنتم بألف خير يا رب. عيد سعيد علينا وعيد أضحى مبارك يا رب، وعلينا وعلى كل الأمة العربية المسلمة، وإلنا الشرف أنكم تكونوا وسطنا اليوم في بيتكم الصغير طبعا، وأهلا وسهلا فيكم. ربي يعيشك، الله يجازيك، ربي يخليك. آية، احنا اليوم حبينا تحكي لنا على العادات والتقاليد، على كيفاش الشعب الفلسطيني يجوز العيد الكبير تاعو، كيفاش وش هي عاداتكم اللي تمارسوها، وش هي اسكي العادات تاعكم وتقاليدكم قريبه لتقاليد الشعب الجزائري، نتشاركوا في بعض النقاط، نختلفوا في نقاط واحدة اخرى. نعم والله في طبعا اكيد توافق بين يعني العادات والتقاليد التقاليد الجزائرية والفلسطينية. طبعا بتعرفي احنا أمة عربية مسلمة، فهذا الشيء يعني أكيد بيجمعنا في الدين، دين واحد، دين الإسلام. بس بدي أخلي الوالد يحكي أكثر عن هاي العادات الفلسطينية خصوصا في داخل فلسطين. وبابا تفضل. أهلا سيدي صلاح الدين الحنطي، نتشرفوا بوجودنا معكم، مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا، هكذا نقولوا. أهلا وسهلا فيكم. في البداية نرحب بهذا الفريق الشاب الذي حضر إلينا في هذا اليوم وبهذه المناسبة. العادات الموجودة بالنسبة للشعب الفلسطيني سواء في فلسطين أو في الجزائر هي نفس العادات تقريبا، لأنه نحن ننتمي إلى الأمة الإسلامية ككل، هي نفس العادات نفس التقاليد، لكن تختلف بعض الشيء في البروتوكولات هذا يعني بالنسبة لنا كشعب فلسطيني في أيام العيد أول ما يبدأ الناس بالمعايدة والذهاب إلى بيوت من يتوفون في آخر فترة يعني، ثم بعد ذلك يعودون لزيارة صلة الرحم المتمثل بالأخوات والجدة والجد وكذا وإلى آخره، ثم الأعمام والخال بالتدريج كعائلة. المهم صلة الرحم تكون موجودة في هذه الأيام، لكن الآن نحن في ظروف استثنائية جدا. طبعا كنت راح نقول لكم على يعني كامل عرفنا انه جائحه كورونا غيرت اتجاه عاداتنا وتقاليدنا، ربما قطعت نوعا ما الارحام، رجعنا نتصلوا فقط بالهاتف النقال ووسائل التواصل الاجتماعيه. احكي لنا شويه على التدابير الوقائيه او البروتوكولات اللي اعتمدتوها في عيد الاضحى المبارك. في عيد الأضحى المبارك طبعا نقوم بعملية الذبح صباحا، المفروض أن يكون هناك تباعد ما بين الناس أثناء عملية الذبح، ثم وضع الكمامة، وهذا شيء ضروري جدا لحماية الإنسان. المثل يقول الإنسان طبيب نفسه، لسنا بحاجة إلى أطباء، مع العلم تقديرنا لهؤلاء الأطباء
الطاقم الصحي المتواجد في المستشفيات، هؤلاء جيش يدافع عن هذا الشعب، ولكن الإنسان يستطيع أن يحمي نفسه بنفسه عن طريق وضع هذه الكمامة وعدم استعمال الآلات الحادة من بعضنا البعض في أثناء عملية الذبح، ثم يعني عدم وجود الأطفال أيضا، لأن الأطفال بتواجدهم بيكون كثرة وعدم وجود الكمامة معهم يؤدي إلى انتقال هذه العدوى. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا هذا المرض وهذه الجائحة وتعود الأمور إلى مجراها الطبيعي، وهذا ليس على الله ببعيد إن شاء الله يا رب. إن شاء الله نتمنى فعلا أنه يزول هذا الوباء وأنه يترفع علينا ونعود ونولوا لحياتنا الطبيعية، نعود نذوق حلاوة المناسبات الدينية والمناسبات الوطنية وكل المناسبات، نجتمع كما كنا نعيش اللمة وغيرها. آية من فضلك أحكي لي شوية على عادات المأكولات في الفطور تاعكم تاع صباح العيد، وش تدير وش تحطوا وش؟ قلت لك يعني هو في تقارب نسبي يعني كبير انه بيننا وبينكم، فبتعرفي اول يوم طبعا بما انه يعني عيد اضحى وذبح، الحمد لله رب العالمين يعني الله هيك من علينا وذبحنا وهيك، فاكيد يعني حيكون انه الشيء البسيط اللي هو الكبده والطحال وهي الشغلات، طبعا هاي الشغلات كلها بنعملها مشاوي احنا، وبنزيد معاها مقبلات، طبعا في مقبلات شرقيه اللي هي بتقدري تقولي المتبل، الحمص، السلطات، يعني في انواع كثير للسلطات، فتقريبا انا اعتقد انه هي نفس العادات مش بعيده عنكم يعني نهائيا. يعني نتشارك في عادات الاطباق والمأكولات، يتشارك شعبان في العادات تاع المأكولات تاعهم. سيدي نعاود نرجع عليك من فضلك، الجالية الفلسطينية هنا في الجزائر اللي كنتوا تقوموا بتنظيم يعني لمات وملتقيات في السفارة الفلسطينية ربما، أو هل كانت عندكم علاقة من هذا النوع في المناسبات هذه؟ نعم، نحن في غير هذه الظروف، نحن الآن في ظروف استثنائية، قلت في غير هذه الظروف في الصباح الباكر يذهب طبعا الناس إلى السفارة في ويجتمعون ويتعايدون مع بعضهم البعض، ويعني كالعادة عند أي شعب من الشعوب الإسلامية هي نفس العادات ولكن في شوية اختلاف، هذا ما يعني هي نفس الظروف تماما، كما يحدث في الجزائر يحدث في فلسطين. بالمناسبة نحن نتوجه إلى الشعب الجزائري العظيم وإلى القيادة الجزائرية بكل التهاني بهذا العيد، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات، وعلى الأمة العربية والإسلامية وعلى الشعب الفلسطيني الذي يعاني الآن، يعاني الآن، كيف تكون هذه الفرحة، وكما يقول الشاعر بأية حال عدت يا عيد، أمراض كورونا زائد احتلال زائد اغتصاب لأرض فلسطين، يعني هذا الشعب الذي يعاني الآن، فنحن نطالب الشعوب العربية أن تقف، أن تتذكر هذا الشعب الموجود في الضفة الغربية في غزة في فلسطين 48، أن يتذكروا هذا الشعب كيف يعاني، ليس من المرض فقط إنما من نقصان في المواد الغذائية في النواحي الاقتصادية، في حتى أن قضية التباعد الاجتماعي فرضت نفسها على الشعوب العربية وخاصة على الشعب الفلسطيني. نتمنى أن ينظر العالم العربي إلى ما يجري الآن في فلسطين. إن شاء الله فعلا نتمنى أن يلقانا العيد في الأعوام القادمة في أحسن حال وعلى أحسن ما يرام إن شاء الله. إذن عودة إليكم سمية ومحمد، عيد مرة ثانية لجميع المتابعين والمشاهدين، وشكرا جزيلا لعائلة الحنطي على استقبالها لنا مرة أخرى. شكرا. شكرا جزيلا زميلتنا وفاء، لمن خلالك ومن خلال عائلة